الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم. الحقيقة الكلام اللي هقوله النهاردة دوت، وخصوصا في فصل الشتاء، فصل السعة اللي احنا فيه ده، هتضربوا الكلام ده في 10، تضربوه في 1000، في كتير. ليه؟ لأنه لما اجي اقول لك التهاب وانسداد الانف والتهاب الاغشيه المحيطه بها والشخير الناتج عن كده، وانا بكلمكم دلوقتي اساسا برضو مناخيري مش سالكه قوي، مقفوله شويه، واخد دور برد بقى لي 3 اسابيع مش عايز يخف، ده بيؤدي الى مشاكل. الحقيقه انسداد الانف وحدوث الشخير او تاثر مجرى الهواء له اسباب كتيره، من ضمنها التهابات فيروسيه، الجيوب الأنفية اللي النهاردة أكيد هنتكلم عنها، ده قصة كبيرة جدا. ومرضى جيوب الأنفية دول مرضى إيه؟ مرضى يعني مزمنين، وقصصهم وأدويتهم يعني أدبية، بيكتبوا مقالات عن معاناتهم. حكاية اللحميات دي كمان والتهاباتها وزيادة التهاباتها في فصل الشتاء، وتضخم الزوائد الأنفية وإعوجاج الحاجز الأنفي. وطبعا برضو أنتوا عارفين إن الحمل، الستات الحوامل عندهم مشاكل، بيحصل انسداد في الأنف وممكن يزيد مشاكل الشخير ومشاكل التنفس عندهم في وقت الحمل. النهارده حوار مثير للغايه، لانه النهارده هنشوف الجيوب الانفيه والشخير، هنتكلم عنهم بالتفصيل، ودي مشاكل شائعه جدا في مصر، وهنشوف تجربه مهمه جدا مرت بموضوع الشخير ده بالتفصيل قبل وبعد، عمليه مهمه جدا تصدت لهذه المشكله الطبيه العويصه. ضيفي العزيزين، ضيفي العزيز استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، منورنا دكتور هشام بيه، منورنا خطوه عزيزه حبيبي دكتور ايمن، اهلا بيك. الله يبارك فيك. اسمح لي بقى ان ارحب بضيفك النهارده، اسم متميز الاستاذ محمد الغدواري، طبعا الاسم الكبير في عالم التعليم، يعني رائد من رواد التعليم. منورنا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، تحياتي. وحمد لله على السلامه من بورسعيد. اهلا وسهلا يا فندم، شرفت بحضرتك. ربنا يخليك استاذ محمد. يعني حاله ما مرت بالتجربه الخاصه بالشخير، لكن قبل ما اروح للاستاذ محمد، كلمني الاول دكتور هشام بيه عن الجيوب الانفيه، لانها انتشارها في المنطقه العربيه انتشار مخيف حقيقة. اولا حضرتك، انا بشكر حضرتك، لان النهارده الحقيقه موضوع الجيوب الانفيه موضوع زي ما بيقولوا احنا بنتكلم في موضوع الساعه، موضوع الوقت، الشتاء والتهابات الانف والبرد. هي الجيوب الانفيه من الحاجات اللي انا شايف اللي هي محتاجه ان هي تاخد وقفه من المعلومات الطبيه، لان كتير جدا من الناس بتيجي الحقيقه، مش عايز اقول كتير، 99% من المرضى يجي يقول لحضرتك انا عندي الجيوب انفيه، وبعدين تكتشف ان ما فيش عنده اي علاقه بالمرض بتاعه بالجيوب الانفيه. فالنهارده احنا عايزين نحط 3-4 نقط وكم خط تحت الحاجات المهمه. نمره 1، الجيوب الانفيه. احنا عندنا في الجيوب الانفيه في الشخص الطبيعي او اي حد عندنا 8 جيوب انفيه، 4 في الناحيه اليمين و4 في الناحيه الشمال. الجيوب الانفي ده ببساطه شديده جدا هو عباره عن حجره مغلقه ليها باب، الاربعه اللي على اليمين والاربعه على الشمال، الاربعه ليهم فتحات على الانف، مهمه جدا دي اول نقطه. اربع جيوب انفيه واربع فتحات على الانف. طيب هو السؤال، الجيب الانفي ده اللي الناس كلها قاعده تقول انا عندي جيب انفي، فايدته ايه وبيعمل ايه؟ الجيب الانفي ده اول حاجه لازم نعرفها هو عباره عن حجره فيها هواء. سؤال، الهواء ده يعني ايه هواء يعني؟ الهواء ده هو الهواء الطبيعي اللي موجود حوالينا، يعني انا عايز اقول ان ضغط الهواء اللي جوه الجيب الانفي هو ضغط الهواء اللي موجود حوالينا اللي هو ده. تمام كده؟ عشان كده فتحة الجيب الأنفي اللي موجودة في الأنف في منتهى الأهمية، إن هذا الباب الصغير يبقى مفتوح، لأن لو هذا الباب اتقفل هيحصل مشكلة جوه الجيب الأنفي، يتقفل الضغط يختلف، وهي دي المشكلة الكبيرة اللي بتحصل لأي حد يجي له دور برد، مناخيره تتقفل لأي سبب ما ويقول لك أنا عندي جيوب أنفية. هو السؤال، يعني إيه عندك جيوب أنفية؟ يعني عندك التهاب ولا عندك ضغط مختلف ولا عندك التهاب حاد ولا التهاب مزمن؟
هنا الحقيقة دورنا إن إحنا نبتدي نقول يعني إيه التهابات الجيوب الأنفية. الأسباب بتاعتها إيه؟ شوف حضرتك، أي كل أسباب التهابات الجيوب الأنفية نمرة واحد وتحتها مليون خط انسداد في الأنف، ونحط تحت انسداد الأنف كل الأسباب اللي حضرتك عايز تقولها، يعني دور برد بسيط بشوية رشح بعطس ببرد يسد الجيب الأنفي أو فتحة أو باب الجيب الأنفي، يعمل لي ضغط مختلف، خلينا نتكلم كلام علمي بقى، ضغط مختلف جوه الجيب الأنفي، لحميات، حاجز أنفي، غضاريف، التهابات، حساسية، أورام، كل حاجة تسد مجرى التنفس في الأنف تسد لي الباب الموصل للجيب الأنفي، يعمل لي ضغط مختلف. خد بال حضرتك أنا قلت ضغط مختلف ما قلتش التهابات، لأن الضغط المختلف ده هو اللي كلنا بنبتدي نشتكي منه. إن أول ما يجيلي برد أقول إيه؟ أنا دماغي تقيلة، أنا دماغي عندي صداع، أنا دماغي مزندة مش قادر أوطي، يبقى الجيب الأنفي أو الضغط جوه الجيب الأنفي ابتدى يختلف. طيب هل هنا أنا أقدر أقول أنا عندي التهابات في الجيوب الأنفية؟ يعني كل واحد جاله دور برد يقول أنا عندي التهابات في الجيوب الأنفية؟ لا طبعا، عشان أقول عندي التهابات في الجيوب الأنفية عندي لازم أقسمها حاجتين، يا التهاب حاد يا التهاب مزمن، والفرق بينهم سماء وأرض. التهاب حاد يعني جالي دور برد ما تعالجتش منه، أهملت فيه، قعد أسبوع اتنين، ابتدى الجيب الأنفي جوه الباب يتقفل، الضغط يختلف، يحصل شوية ارتشاح والتهابات، بقى هنا بتبتدي نقول التهاب أهو، التهاب بسيط وارتشاح جوه الجيب الأنفي، يبتدي نقدر نقول عندنا التهاب حاد في الجيب الأنفي. أعراضه إيه؟ صداع، سدة في الأنف، وشوية مخاط موجودين في الحلق. علاجه إيه؟ بسيط جدا، علاج السبب، دور برد، دور مش عارف إيه، سدة، شوية أدوية بسيطة، يومين ثلاثة أسبوع بالكتير الموضوع انتهى، والالتهاب البسيط اللي في الجيب الأنفي انتهى. أستاذ محمد، بقى قصة مهمة جدا ومثيرة، يعني أنت رجل علم تعليم، عدت عمرك كله في عالم التعليم، وده عالم كلام، تكلم طول الوقت بتشرح، صح كلام؟ تمام. في آخر اليوم بتهالي في إرهاق شديد جدا حصل على مستوى الأنف، على مستوى طبعا الجيوب الأنفية، على مستوى الحلق كله، على مستوى اللارنكس اللي هي الحنجرة، ده ولد حالة من حالات الشيخية، صح كده؟ تمام. أولا تحياتي لحضرتك وشكرا البرنامج والأستاذنا الدكتور العظيم أستاذ هشام إبراهيم اللي فعلا أعاد الحياة، بقول لحضرتك جملة، أعاد للحياة من أول وجديد. أنا يمكن كنت بروح الشغل تعبان، كنت بدي دروس، بروح مرهق، ما كنتش بحس بحالي حقيقي سنين طويلة. آخر منذ عشر سنوات بالضبط بدأت أحس انسداد أنف، أجي أنام مش قادر أتنفس، نوم منقطع، النفس بيتقطع، وأحس كده كأن أنا نفس اتقطع، مش قادر أقوم من النوم، بلغم في الحلق، موجود بلغم، مش قادر أخد نفسي، قايم كسلان، صداع شديد، انتفاخ في البطن، ألام في العض. أروح شوية لدكتور عظام، أروح شوية لدكتور أنف وأذن وحنجرة، يقول لي ده التهاب في الجيوب الأنفية، وناس تانية تقول حساسية، واستمر على العلاج المؤقت يومين ثلاثة، مش علاج، مجرد مسكنات، وبعدين استمر الحال، قاعد يزداد سوءا سوءا، وأنا مريض سكر أساسا. فجأة لقيت بقى عندي ضغط ارتفع بطريقة مش معقولة، نهجان، نوم بالليل ده يستحيل، بقى عندي فوبيا، مش قادر أنام أتخنق، أقوم مش قادر، انسداد في الأنف، انسداد في الحلق، التهاب على طول في الصباح، زوري مش قادر، الحلق مش قادر، أخد مسكنات، أخد مضادات حيوية، أخد علاج. قعدت 10 سنوات عايز أقول اتعالجت غلط وزادت الحالة سوء. طبعا المدام بدأت تقول لي صوت الشخير بدأ يعلى، في شخير في الساعة أو النص ساعة اللي أنا بغمض عينيا فيها. الحمد لله والشكر لله
وفضل أستاذنا ودكتورنا العظيم دكتور هشام إبراهيم. من أول زيارة قال لي 1 2 3 عندك اعوجاج في الحاجز الأنفي. قلت له من ناحية اليمين؟ قال لي لا من ناحيتين. اس شيب بالظبط اعوجاج زي حرف الاس زي حرف الاس. قال لي الاعوجاج من ناحية اليمين من ناحية الشمال. وبعدين كشف على الحلق الفم قال لي ده زورك فعلا مقفول 90%. انت بتنام ازاي؟ عايش ازاي؟ قلت له عشان كده انا لفيت وجيت للناس الثقه. يعني عملت العمليه. هو قال لي طبعا في اعوجاج في الحاجز الانفي، وبعدين في عندك اللوز كمان ملتهبه، وعندك العضلات سقف الحلق في ارتخاء، واللهاء كمان. فطبعا قلت له طب ايه يا دكتور؟ قال لي ثق تماما ان العمليه هتجيب معاك نتيجه. عملت العمليه من شهر، توكلت على الله بالظبط يوم 24/11 للدكتور، وطبعا طمني جدا المقابله والراحه النفسيه، وقال لي ان شاء الله ما تقلقش. ودخلت فعلا ما حسيتش باي شيء، في خلال ساعه زمن او اقل كنت فايق جدا، وقعدت ساعتين وروحت بورسعيد في نفس اليوم. وانا بقالي الوقت شهر بالظبط هنقول اسبوع حاسس ان انا طاير، حاسس ان يمكن 80% من الالام راحت، باكل كويس، بنام كويس جدا، كنتش بنام اكتر من ساعه ونص، ما عادش في انقطاع في التنفس، بدات الانف الاثنين يتفتحوا، طبعا الشخير شبه راح خالص، انقطاع التنفس تمام، حسيت اني بقيت شاب ورجعت الحياه تاني بعد ما كنت عايش بقى دور ان انا خرجت على المعاش بقالي سنه وعجزت والكلام ده وخلاص. الحمد لله فعلا دبت الحياه، والحمد لله والشكر لله والشكر لحضراتكم. ومهما قلت الدكتور هشام من شكر وعرفان هقول له جزاك الله خيرا، وان شاء الله في ميزان حسناتك اللي بتعمله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عليك. سعداء بزيارتك. شكرا. كمان شكرا. الحاله مركبه فيها اكثر من حاجه. ايه بقى التفاصيل العمليه كلها؟ والله اولا استاذ محمد يعني بيعطيني اكثر من حقي. لا 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 والله لا 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 يعني انا لا استحق هذا الثناء، وانا يعني والله ممتن الكلام الجميل ده، وان كان هناك فضل ففضل الله اولا واخيرا. طبعا ونعم يعني انا اشكرك جدا على الكلام ده. الله يعزم عليك، ده اقل من الواجب. ربنا يكرمك. تفاصيل بقى العمليات. شوف حضرتك الاستاذ محمد الحقيقه ضغط، اولا 61 سنه عنده ضغط، عنده سكر، عنده انسداد في الانف بنسبه مثلا 80-90%، عنده انسداد في الحلق بنسبه 80-90%. انا بقول ارقام، لكن احنا بيبقى عندنا الحقيقه يعني جداول وعندنا سكورز كده بنحطها، لكن انا بحاول اقرب الكلام. العمليه بتاعته بفضل ربنا كانت من العمليات مش عايز اقول الصعبه ولا عايز اقول السهله، ولكن هو يعني راجل يعني كده نحسبه على خير وكده طيب، وكانت العمليات السهله جدا جدا جدا. عملنا له طبعا تقويم للحاجز الانفي، وكانت الانف عنده عشان بقى لها فتره طويله فيها مشكله، فكانت نسبه الانسداد فيها داخليا كبيره جدا كمان. الحلق بتاعه انا عمليات الشخير الحقيقه انا مش عايز ابسط قوي واقول احنا شلنا اللوز وعملنا مش عارف ايه، لا عمليات الشخير كل حاله مختلفه تماما عن الثانيه، بمعنى ان انا ممكن لو قدامي 40 حاله كل حاله بتختلف في التكنيكاليتي اللي انا بعملها عن الثانيه. فالاستاذ محمد كان عنده مشكله في اللوز، مشكله في الاربطه اللي حول اللوز او الليجامنتس، بلاش ليجامنتس، العضلات اللي حوالين اللوز، عنده سقف الحلق عنده الحقيقه برده كان فيه ترهل، كان اللي هي كان فيها ترهل، العضلات بتاعت الحلق نفسه عنده اتشدت بطرق مختلفه وبطرق حديثه جدا. يعني نقدر نقول بفضل ربنا ان كلامه هو اكبر دليل على نجاح العمليه شكله عامل ازاي.
ومره تانية انا بشكره الحقيقه على الكلام الله طيب. بشكركم ان انتم شرفتونا النهارده واسعدتونا في حوار مهم جدا. يبقى الشيخير منطقه مخيفه جدا بالنسبه للناس، منطقه ان التنفس يبقى فيه مشكله ودخول الاكسجين يبقى فيه مشكله. في جمله مخيفه قوي اتقالت، خايف اسوق، خايف اسوق لان الاكسجين لما يدخل قليل ممكن ينيم، ممكن ثاني اكسيد الكربون مستواه يعلى، وثاني اكسيد الكربون ده منوم ممتع بينيم الانسان من غير ما يدرى. ثاني اكسيد الكربون لو علي في الدم الانسان بيروح في النوم بتدريج مخيف للغايه، وده سبب كتير من الناس للاسف عملوا حوادث وربما فقدوا حياتهم بسبب القصه اللي احنا حكيناها دي، نوم اثناء القياده بسبب عدم الدخول للاكسجين بشكل جيد طوال اليوم. وطبعا اللي بيبقى مظهره الشخير مظهر، لكن القصه قصه كبيره جدا. ضيفي العزيزين الاستاذ دكتور هشام ابراهيم نورتني وشرفتني، وطبعا ضيفي العزيز الاستاذ محمد الغدواري نورت من سلامي طبعا لاهل بورسعيد الكرام الذين نحبهم حبا كبيرا. شكرا وتحياتي لحضرتك والبرنامج المفيد والمثقف والصادق. اشكرك اشكرك شكرا فعلا يعني اشكرك. خليكم دايما مع الناس الحلوه.